السلام عليكم، معكم احسان عمري عن جريده ويسلان نيوز. ممكن تقول لنا منين جيت؟ ان شاء الله. مرحبا اختي، هي جيت اختي من العيون، مشارجي لاطاد الحوت ان شاء الله الرحمن الرحيم، غادي ان شاء الله نواكشوط. الحمد لله الامور زينه، الطريق زين الحمد لله، كل شيء ولا بخير كما يرام الحمد لله. واش هو الفرق ما بين هذه شحال واليوم؟ وكان الفرق بزاف، الايام الاولى كان بزاف صعوبه شويه، كنا كنتعرضوا شويه ديال كعرف الانسان هذاك الكريساج، ماشي شي كريساج هو، ممكن تلقى انسان راه ليا حيد الرمله من الطريق، راه ليا الفلوس، هذه شي مشكله نتحرج. انت غادي في رحله عمل؟ رحله عمل الحمد لله. ربي معكم ان شاء الله. ان شاء الله لنا ولكم امه محمد اجمعين، والله ينصر سيدنا وعاش الملك، وتحيه لكل المغاربه كاملين. تحيه لك سيدي. الحمد لله، بارك الله فيك اختي، شكرا شكرا على وجهي. ممكن تقول لنا منين جاي وفين غادي؟ جاي من كازا، غادي نواكشوط. رحله عمل؟ رحله عمل. ممكن تقول لنا كيفاش جاتكم الدعوه حاليا وكيفاش كانت شحال هذه؟ وهذا هاد الساعه الطريق مزيانه، تصاوبت احسن من الاول، الاول كان فيها المشاكل، فيها هذاك الشفاره، فيها كل شيء، دروكا الحمد لله ولات، الله ينصر سيدنا، ولات الطريق مزيانه، القدرون تصاوب مزيان، ما بقى فيها لا مشاكل لا والو. شكرا. شنو راك داير معاك في السلعه؟ منين خديتها وفي غادي تاخذها؟ السلعه شارجيتها من الدار بيضاء، من الدار بيضاء، وغادي نبيع نواكشوط. السلعه شنو نوع تاع السلعه؟ السلعه فيها هادشي ديال الحليب، ديال الحلابات، فيها بريصه ديال ماتيريال ديال الفلاحه، وفيها شي كولا وهذاك، السلعه مخلطه. واخا شكرا جزيلا. كنتمنى لك مسيره موفقه وطريق موفق ان شاء الله، وتوصل بخير وعلى خير، وترجع حتى لكازا بلانكا بخير وعلى خير ان شاء شكرا. الله. شكرا الله يعاونكم، الله يجزيكم، الله يعاونكم. اوكي. ممكن تقول لنا منين راك جاي اخي؟ اي مرحبا، جاي من اكادير. شنو جايب في السلعه ديالك؟ الخضره. فين غادي بها ان شاء الله؟ الاتجاه السنغال ان شاء الله. السنغال. أيه. وممكن تقول لنا كيفاش جاتك الطريق حاليا مع هذه الشحال؟ مزيانه الطريق، مزيانه، ما كاين حتى شي مشكل، انت كتشوفي الحركه انا راه مزيانه، المهم بخير، خرجت من اكادير شي 36 ساعه كنت هنايا، بخير الطريق ما كاين حتى شي مشكل. وهذه شحال كي كانت دايره الطريق؟ كانت شويه لومبونتياج، كان شويه ديال المشاكل، دابا راه مزيان، دابا راه الامور مزيانه، مقاده النظام ديال حركه السير، كلشي مزيان الحمد لله الساعة. ونتمنوا لك ان شاء الله توصل بخير وعلى خير. شكرا شكرا، بارك الله فيك، شكرا اختي، الله يعطيك الخير. شكرا، بارك الله فيك. راك جاي اخي؟ اي مرحبا، جاي من اكادير. شنو جايب في السلعه ديالك؟ الخضره. فين غادي بها ان شاء الله؟ الاتجاه السنغال ان شاء الله. السنغال. ايه. وممكن تقول لنا كيفاش جاتك الطريق حاليا مع هذه الشحال؟ مزيانه الطريق، مزيانه، ما كاين حتى شي مشكل، انت كتشوفي الحركه انا راه مزيانه، المهم بخير، خرجت من اكادير شي 36 ساعه كنت هنايا، بخير الطريق ما كاين حتى شي مشكل. وهذه شحال كي كانت دايره الطريق؟ كانت شويه لومبونتياج، كان شويه ديال المشاكل، دابا راه مزيان، دابا راه الامور مزيانه، مقاده النظام ديال حركه السير، كلشي مزيان الحمد لله الساعه. ونتمنى لك ان شاء الله توصل بخير وعلى خير. شكرا شكرا، بارك الله فيك، شكرا اختي، الله يعطيك الخير. شكرا، بارك الله فيك.